السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن حملات الاختطاف التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وحالات الابتزاز المالية التي يتعرض لها أهالي المختطفين. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ميليشيا الحوثي قامت بالعديد من عمليات الاختطاف وارتكبت انتهاكات خطيرة بحق المدنيين. وأوضحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ووتسن إن الحوثيين يمارسون الاعتقال والتعذيب بحق المواطنين لاستغلالهم والاستفادة منهم ماليا. وأشارت المنظمة إلى أن اليمنيين المحتجزين يعانون كثيرا سواء على يد الحوثيين أو القوات الإماراتية أو القوات الحكومية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل مسلسل الاختطافات والابتزاز المالي لأهالي المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي؟ وماذا يمكن أن تقدمه الجهات المحلية والمنظمات الدولية لإطلاق سراحهم وإنهاء الانتهاكات؟ قبل النقاش نتابع التقرير. لا يكاد يمر يوم دون أن يزج بمواطن في سجون ميليشيا الحوثي لتنسب إليه كل أشكال التهم الوهمية، من عمالة للخارج إلى الاتصال بالتنظيمات الإرهابية إلى خيانة البلاد وغيرها من التهم التي اعتادت الميليشيا إلصاقها بالخصوم منذ بداية الانقلاب. الاعتقالات والاختطافات المستمرة لم تستهدف أعضاء الأحزاب السياسية والناشطين والصحفيين والمنتمين للجيش الوطني فحسب، بل إنها طالت آلاف الأبرياء الذين ليست لهم أي علاقة بمشهد الحرب والصراع، إما بسبب وشاية أو بلاغ لأحد المنتمين للحوثيين من أجل محاولة ابتزازهم ماليا. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن ميليشيا الحوثي قامت بالعديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن وارتكبت انتهاكات خطيرة بحق المدنيين. وأوضحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ويتسون أن الحوثيين يمارسون الاعتقال والتعذيب بحق المواطنين لاستغلالهم والاستفادة منهم ماليا. ووتسون أشارت أيضا إلى أن اليمنيين المحتجزين يعانون بشكل رهيب سواء على يد الحوثيين أو القوات الإماراتية أو القوات الحكومية، مضيفة أن المنظمة وثقت 16 حالة احتجاز غير قانوني على يد ميليشيا الحوثي وأجبرت أقاربهم على دفع المال أو طالبت بمبادلتهم بأسرى آخرين. رابطة أمهات المختطفين أرسلت إلى منظمة هيومن رايتس ووتش روايات من 10 حالات طالب فيها قياديون بجماعة الحوثي بدفع مبالغ مالية كشرط للإفراج عن المختطفين. المنظمة اعتبرت في تقريرها أن الاحتجاز والاعتقال وإجبار المحتجزين على القيام بأمر ما أو دفع مبالغ مالية كشرط لإطلاق سراح المحتجز يعد جريمة حرب تعاقب عليها القوانين. تتسع رقعة الاختطاف والإخفاء القسري بين صنعاء وعدن، وتعد السجون السرية من أوائل الأعمال التي قامت بها الميليشيا في مناطق سيطرتها لتلحقها المناطق المحررة، وتتحول السجون إلى أماكن لممارسة الانتهاكات والتعذيب الوحشي وحرمان الأهالي من رؤية أبنائهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع أم أحمد من صنعاء، عضو رابطة أمهات المختطفين. مساء الخير أم أحمد. مساء النور والعافية. أهلا بك أم أحمد. وقفات احتجاجية بشكل مستمر، ما هي النتائج التي حققتموها حتى الآن؟ النتائج التي حققناها أنه صارت قضية المختطفين قضية رأي عام، ولم تعد قضية أهالي المختطفين الذين كانوا يتعرضون للمهانة على أبواب الصدور والابتزاز من قبل مشرفي جماعة الحوثي وغيرهم. الآن صارت قضية المختطفين معروفة لدى الجميع، واستطاعت الرابطة من خلال وقفاتها المتعددة في عدن، في صنعاء، في الحديدة، في تعز، أن تثير قضية هؤلاء المختطفين المظلومين المغيبين خلف الأسوار. لا يخفاكم أن الرابطة في عدن قامت بعدة وقفات نتج عنها الإفراج عن كثير من هؤلاء المختطفين الذين كانت مرة على إخفائهم العامين وأكثر من ذلك. نعم. نتيجة الضغط المتزايد بسبب الوقفات الاحتجاجية أمام منزل وزير الداخلية، أمام مباني حكومية، نتج عن ذلك الإفراج عن كثير من هؤلاء المختطفين.
نعم أم أحمد، الآن يتزامن يعني وقفاتكم الاحتجاجية هذه الأيام مع الجلسات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول ربما كان من أكثر الملفات هو ملف المعتقلين والمختطفين، هل هناك من مبشرات بأنه سيتم إطلاق المختطفين بضغط دولي بضغط المنظمات المحلية والدولية؟ هذا ما نأمله، أن ينفذ هذا الضغط الذي يضغط على جماعة الحوثي وغيرها من التشكيلات المسلحة المدعومة إماراتيا من أجل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين. نحن نتمنى أن تجد هذه التشكيلات المسلحة وجماعة الحوثي الرادع الكافي لأن تطلق سراح المختطفين، وخاصة أن آلة الاختطاف ما زالت تدور، آلة الاختطاف والإخفاء والتعذيب ما زالت تدور حتى اليوم مع الأسف. يعني لم تكتفي الجماعة ولم تكتفي تلك التشكيلات بما تم اختطافهم من قبل وإخفاءهم، لا، ما زالت هذه العمليات تتجدد في كل يوم. ما زلنا نرصد حالات اختطاف، حالات إخفاء قسري جديدة، حالات تعذيب وحشية بلغت حد الموت. يعني هذا ما نرصده يوميا وبشكل مستمر نحن في رابطة أمهات المختطفين. نعمل على الآثار النفسية المترتبة عن التعذيب وعن الإخفاء سواء على هذا المختطف أو على أسرته. نعم أم أحمد، الآن في الآونة الأخيرة ميليشيا الحوثي ربما بدأت تمارس الابتزاز ماليا على من يريدون إطلاق سراحهم، يعني ما هي المبالغ التي يطلبونها لإطلاق أي مختطف في السجون؟ للتصحيح، ليست مؤخرا، جماعة الحوثي منذ بداية الاختطافات وهي تمارس الابتزاز المالي مع أسر المختطفين، كانت تخفيهم قسرا ثم تطالب بأموال طائلة من أجل إظهار أماكن احتجاجهم فقط، حتى أن الزيارة الواحدة كانت تكلف أحيانا مئات الآلاف من قبل بعض أهالي المختطفين. المبالغ تتفاوت ما بين الآلاف إلى عشرات الآلاف إلى وصلت إلى ملايين. كثير من الأسر اضطرت لبيع عقارات وسيارات من أجل الحصول على بعض الزيارات أو من أجل وعود كاذبة بإطلاق هؤلاء المختطفين وإخراجهم، أو حتى مثل ما ذكرت لكم إظهار أماكن احتجاجهم والسماح لهم بالاتصال لكي تعلم الأسرة هل ما زال على قيد الحياة أم أنه قد توفى داخل السجون. نعم، في حال تم رفض دفع مبالغ مالية أو أهالي المختطفين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، ما الذي تمارسها الميليشيا ضدهم؟ الضغط أحيانا على هذا المختطف من أجل الاتصال بأهله بدفع هذه المبالغ المالية كما حصل مؤخرا مع عدة مختطفين. يعني البعض منهم يوهم هذا الاهالي ان هذه المبالغ مطلوبه من اجل اخراجه، تطول فتره سجنه، وبالفعل طالت كثير منهم فترات السجن بسبب عدم دفع المبالغ الماليه، ولم يخرجوا الا بعد ان توفرت هذه المبالغ لدى اهاليهم حتى يقوموا باخراجهم. لكن في الغالب تفعل الاسره ما بوسعها، وخاصه مع الاخبار التي تاتي يعني التعذيب الوحشي الذي تعاني منه الاسر، ومع ذلك تعمل هذه الأسر ما بوسعها وتبيع ما لديها من أجل أن تحصل على المال الذي تقدمه لجماعة الحوثي حتى يسمح لها بالإفراج عن إذنها أو حتى زيارة لكم أو حتى زيارة فقط. نعم، طيب أم أحمد ابقي معي، سنشرك معنا في الحديث من جنيف وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور وأسعد الله مساءكم جميعا. أهلا بك أستاذ نبيل وأنتم في جنيف، وربما ملف المعتقلين هو من أهم الملفات التي ذهبتم من أجلها، ما الذي عملتموه وحققتموه في هذا الملف؟ بالتأكيد دائما يكون ملف المعتقلين هو ملفنا الأول، لأنه يحوي جرائم بشعة على مستوى الحقوق والحريات، فهذه كان لدينا ملفا متكاملا قدمته الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المحلية والأقليمية التي عقدت عددا من الندوات في أروقة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف حول قضايا المعتقلين. طبعا شملت قضايا كثيرة واستعراض لمن قضوا نحبهم تحت التعذيب في سجون الميليشيات، وتم استعراض ذلك بالصور أيضا، بالإضافة إلى من
المصابين والمن خرجوا وهم في حالات سيئة، بالإضافة إلى الأعداد المتبقية داخل هذه السجون التي تعد كلها سجون خارج إطار القانون أو خارج ما يسمى المنظومة القانونية بشكل عام. نعم، هذه المرة أستاذ نبيل إلى جانب تقاريركم التي رفعتموها لمجلس حقوق الإنسان، هيومن رايتس كان لها تقرير وربما بصورة مباشرة على الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في صنعاء والابتزاز المالي على أهالي المختطفين والمعتقلين وأوضاعهم الصعبة. كيف استفدتم من هذا التقرير ودعمتم ما جاء فيه؟ أولا نحن تعاملنا مع الهيومن رايت ووتش كمنظمة دولية بكثير من الصبر إذا أردت التعبير، لأنه في الفترات السابقة أيضا كانت هناك تقارير للهيومن رايت ووتش كانت تمس بعض الجهات الحكومية أو غيرها، لكننا طلبنا من الهيومن رايت ووتش أن تأتي إلى الأرض، وهذا ما نادينا به حتى عبر قناتكم في بعض الحلقات، أن طلبنا منهم أن يأتوا إلى الأرض وأن يزوروا السجون، وهو ما حصل بالفعل في عدن وفي عدد من المناطق. قمنا بزيارتهم للسجون وقدمنا لهم أهالي الضحايا، وطبعا كان نموذجنا الأبرز ومنظمتنا التي أنا أسميها دائما المنظمة البطلة، وهي منظمة الأخوات أمهات المختطفين والمخفيين قصرا، الذين طبعا قابلوا هذه المنظمات الدولية وقابلوا مجموعة الخبراء التابعين للمتحدة وقابلوا جهات عديدة بكثير من الشجاعة وكثير من الصمود في وجه هذا الطغيان، وكان لهذه الوقفات وكانت لأعمالهم صرخة مدوية لم يكن أمام مثل هذه المنظمات الدولية مفر من أنهم لابد أن يقف يكونوا إلى جانب هذه التقارير الصادرة عن هذه المنظمة. أنا أقول إذا كان لأحد من فضل ودور حقيقي وكبير في هذا السياق فهو لرابطة أمهات المختطفين، لأنها بالفعل استطاعت أن توصل صوتها بكل جرأة وبكل قوة وبكل الحرقة التي بداخل هذه الأمهات إلى كل العالم وإلى الدنيا بأسرها. لذلك جاء هذا التقرير الذي لم يستطع أن يتجاوز الحقائق الموجودة على الأرض والتي استمعها من أهالي الضحايا بشكل أساسي. نعم، طيب ابقى معي سيد نبيل، أعود لصنعاء مع أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين. أم أحمد، يعني ربما كلمات الثناء كبيرة من وزارة حقوق الإنسان ممثلة بالأستاذ نبيل للدور الذي تقومنا به في صنعاء وإيصال صوت المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا في مناطق سيطرة الحوثيين وحتى في مناطق الشرعية. يعني إذا قيمتم دور وزارة حقوق الإنسان واهتمام الوزارة بما ترفعون لها أو ما يعني تشكون إليها، كيف تقيمنا؟ هل هو عند المستوى أم لا؟ نشكر وزارة حقوق الإنسان لتفاعلها المتزايد والمستمر بقضية المختطفين، لكن نحن نأمل أن تعمل الحكومة بشكل أكبر، رئيس الجمهورية، الدبلوماسية اليمنية، أن تعمل كل هذه من أجل قضية المختطفين. نحن نأمل أن يتم التعريف بقضية المختطفين في كافة المحافل وأن يتم الضغط على جماعة الحوثي وعلى التشكيلات المدعومة إماراتيا للإفراج على المختطفين. لدينا وسائل ضغط حتى الآن لم نسمع منها، الحكومة وزارة حقوق الإنسان لديها وسائل ضغط لم تستخدمها حتى الآن، نأمل أن تستخدمها، نأمل أن تفيد بها قضية المختطفين وأن تنهي هذه المأساة لدى اليمنيين. نحن أملنا كبير، والشكر الجزيل أيضا لوزارة حقوق الإنسان على تفاعلها الكبير مع قضية المختطفين ومع ما تطرحه الضابطة تجاه قضية المختطفين. شكرا لك أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء، وأعود إلى جنيف مع الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، لا شك أن الدور الذي تقومون به هو دور يعني كبير ولكن ربما النتائج قليلة، ما هي الأسباب رأيك؟ طبعا أتفق معك أخي الكريم، لأن طموحاتنا أكبر من ذلك بكثير، وواقع المعاناة بشع جدا، وبالتالي كل ما نقدمه يظل قليل بالنسبة لهذا الواقع. لذلك الإشكاليات الأساسية
متنوعة. الإشكالية الأولى أننا إلى جانب مواجهتنا لما تقوم به الميليشيات من أعمال وخروقات وانتهاكات، أيضا تكون هناك أيضا انتهاكات أو مخالفات في بعض الأماكن المحررة، وهو ما يستدعي أيضا تواجدنا وتحركنا حتى نكون لدينا عين حقوقية جادة تتعامل مع حقوق الإنسان في كل مكان، ليس فقط في مكان واحد. نحن نعتبر أنفسنا جزء من حكومة للجمهورية اليمنية تعمل على كامل الأرض وعلى كل الانتهاكات، ولذلك يجب أن يكون لنا وقفة. هذا الجانب يحتاج منا إلى جهود كبيرة، وخصوصا ونحن قد قمنا بإعادة تأسيس وزارة حقوق الإنسان من الصفر بعد عودتنا إلى عدن، وبالتالي الكادر الموجود حتى الآن أيضا ليس على قدر الانتهاكات والجرائم الموجودة حاليا، وهو ما يستدعي جهود كبيرة. نعم أستاذ نبيل، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من نيويورك السيد أحمد بن شمسي، مسؤول التواصل والمرافعة في منظمة هيومن رايتس ووتش. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. بداية، ما الجديد الذي حمله تقريركم بخصوص اليمن والملف اليمني لحقوق الإنسان؟ التقرير الذي أصدرناه اليوم يركز على الحوثيين، على مجموعة الحوثيين المسلحة، ويعني نوثق فيه أن مجموعات الحوثيين قامت بالعديد من عمليات الخطف والاحتجاز للرهائن، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع أموال أو لمبادلتهم مع محتجزين آخرين. لكن هذا الجانب يعني أن بعض المسؤولين الحوثيين يستعملون سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل هو الذي ركزنا عليه تدقيقا، ويعني تحدثنا مع عدد من الضحايا والعوائل يعني والأقرباء، ويعني استقينا شهادات عديدة من الميدان تؤكد ذلك. وللإشارة يعني احتجاز الرهائن هو انتهاك خطير لقوانين الحرب ويعد جريمة حرب. نعم. طيب أستاذ سيد أحمد بن شمسي، يعني الممارسات التي تمارسها الآن ميليشيا الحوثي والابتزاز المالي، كيف تقيمه منظمة هيومن رايتس، أو كيف تنظرون إليه أنتم من جانب حقوقي في المنظمة؟ يعني كما قلت لكم، هذا بكل وضوح يعتبر جريمة حرب. يعني المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة في سياق نزاع مسلح هو طبقا للقوانين الدولية، ليس فقط لنظرة هيومن رايتس واتش، جريمة حرب لا ريب فيها. وكذلك احتجاز الرهائن وتهديدهم بالقتل لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما، وهذا يعني هو شأن الابتزاز المالي، كذلك هو جريمة حرب. ولسنا الوحيدين الذين نقول هذا الكلام، فكما قلت لكم هذا القانون الدولي، ويعني فريق خبراء الأمم المتحدة الباردين الذي شكل للتدقيق في الانتهاكات في اليمن وصلوا كذلك إلى نفس النتيجة، وقالوا أن الحوثيين قاموا بأعمال ترقى إلى مساف يعني جرائم الحرب. نعم. وثقتم سيد أحمد 16 حالة احتجاز من قبل ميليشيات الحوثي، ويعني وصفتوها بأنها طريقة غير قانونية. يعني ما هي هذه الطرق التي اتخذتها الميليشيا ووصفتوها بأنها غير قانونية في الاختطاف والاعتقال لهذه 16 الحالة التي ذكرتموها؟ يعني اولا الاعتقال تعسفي، يعني لا يجوز الاعتقال خارج نطاق قانوني، فان اعتقل احد يجب ان يعرف لماذا اعتقله، ان يعني يستفيد هذا الشخص بجميع الضمانات التي يخولها القانون يعني المحلي والدولي كذلك للمقاضاة السليمة إن كانت هناك مقاضاة. لكن نحن خارج هذا النطاق تماما، هذا اعتقال تعسفي، والاعتقال التعسفي يعني يفتح المجال لسوء المعاملة والتعذيب. ففي تلك الحالات التي وثقناها يعني المعاملة قاسية وفيها حالة من التعذيب، لا سيما الضرب بقضبان حديدية، يعني الجلد، يعني رهائن يحتجزون ويكبلوا أيديهم يعني وهم بالجدران ويضربون بالخزران وعلى أقدامهم، ويتم تهديدهم بالاغتصاب واغتصاب أفراد من أسرهم وتعليقهم على جدران وأيديهم مكبلة خلف ظهرهم. كل هذه التفاصيل، وأعتذر يعني عن هذه يعني ربما التفاصيل الدقيقة الذي أعطي، لكن يجب أن يعرف الرأي العام هذه الممارسات المشينة. كذلك الحراس، يعني ما قيل لنا أن الحراس يمنعون العناية الطبية والعلاج بعد الضرب، يعني يضربون السجناء ويرفضون لهم الوصول إلى يعني الأدوية والعلاج. نعم
سيد أحمد، لا شك أن هناك تقارير كثيرة، ومنظمتكم من أكثر المنظمات التي تتحدث عن هذه الانتهاكات التي تحدث، لكن لا نجد أي ضغوطات حقيقية على الميليشيا يعني إيقاف هذه الانتهاكات وإطلاق المختطفين والمخفيين قسرا. لماذا برأيك؟ يعني لا أدري إن تكون هناك يعني ضغوطات، فيعني تقاريرنا من ضمن الوسائل الحقوقية المتاحة على الصعيد الدولي لكي يفتن الرأي العام إلى ما يقع في اليمن. فيعني نحن مع كل تقرير نصدره يعني توصيات الى المسؤولين اليمنيين، المسؤولين الحوثيين، وكذلك الى مسؤولين في الامم المتحده. مثلا نقول ان على مجلس الامن ان يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن تلك الانتهاكات، المسؤولين عن الاحتجازات بما ذلك يعني الذين اصدروا اوامر. ونقول كذلك ان لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده ان يجدد ولايه فريق الخبراء الباردين يعني في شان الذي يبحثون في شان اليمن والذي لديه صلاحيه التحقيق. وكذلك على اليمن ان يلتحق بالمحكمه الجنائيه الدوليه. ويعني اخيرا مسؤولي الامم المتحده بصفه عامه عليهم الضغط على الاطراف المتنازعه لمعامله المحتجزين بانسانيه، وهذا ضعف الايمان. نعم، مسؤول التواصل في منظمة Human Rights Watch السيد أحمد بن شمسي، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك، وعودة إلى جنيف مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، كان يعني من أهم الملفات التي ربما ارتكزت عليها المباحثات التي كانت من المزمع عقدها في جنيف مع ميليشيات الحوثي وتغيبوا عن حضورها هو ملف المختطفين والمعتقلين. برأيك هل سيشهد هذا الملف أي مفاوضات تفضي لإطلاق سراح المختطفين أم لا برأيك؟ حقيقة في ظل حالة التعنت والغباء الذي تمارسه الميليشيات ليست لدي شخصيا آمال كبيرة في أن يقوم هؤلاء بأي عمل عقلاني لإنهاء هذه المعاناة. هم يعتقدون أنها وسيلة، أنهم يعني يستخدمون هذا الملف ملف للابتزاز، إما وهم لا يفهمون إلا لغة واحدة، أن هؤلاء هم بالنسبة لنا وسيلة للمبادلة بأسرى حرب من الميليشيات، هم بالنسبة لنا وسيلة للضغط على أهاليهم، هم بالنسبة لنا أداة للترهيب والتخويف، وهو الفكرة الأساسية أنهم في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم هم يخضعون هذه المناطق بثقافة الخوف وثقافة الرعب على أبنائهم على ذويهم، وبالتالي فهذا العمل سيستمر طالما استمر هؤلاء بحمقهم وتواجدهم على الأرض. الحل الوحيد تقريبا في هذا الأمر لن يكون إلا بإنهاء الحرب والتحرير المناطق التي تحت أيدي هؤلاء ليعود اليمن إلى سلمه الاجتماعي، وبدون ذلك سيظل هؤلاء يستخدمون هذه الثقافة فهي فكرهم الأساسي، الثقافة القائمة على ثقافة الرعب والتخويف للمواطنين. هم استقوا هذه الثقافة من يعني الجيل السابق أو الحكم السابق السلالي الذي جاء يذكر المواطن اليمني ويذكر آبائنا. العملية التي كانت تقوم على يد أيدي الأئمة بالقتل والتخويف والرعب والسجون، هم يعيدون نفس الصور ونفس الممارسات. نعم، لأن هذا من ذاك. وكيل وزارة حقوق الإنسان من جنيف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، شكرا جزيلا لك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله.